بيك، ربنا يخليك. كابتن مجدي، هبدأ من الأول. إنه تفسيركم لقراركم بعمل اللائحة اللي أعلنتوها قبل بداية الموسم الحالي إنها تنفذ من الموسم المقبل، كان إيه الغرض منها؟ الغرض منها زي ما حضرتك قلت في الاول بتاع تهنئه بالموسم الجميل القوي الممتع. الغرض منها ان انا احافظ على المنافسه دي، مفيش نادي او اتنين يحتكروا الدوري، ويفضل الانديه كلها تقدر تنافس على الدوري عشان يفضل المنافسه كده، عشان ارتفاع مستوى كره السله. ده الهدف الرئيسي من هذا. لكن البعض اعتدنا فسرها ان فلوس، اتفضل اتفضل، افتكرتك خلصت، اتفضل. البعض فسرها فلوس، وبعض خسارة حد ياخد فلوس، وبعض تفسيرات غريبة جدا، وانها معمولة لنادي احسن نادي. اللائحة اتعملت قبل بداية الموسم خالص، قبل بداية اي مواجهة او كاس، بموافقة 15 نادي من اصل 16. طيب هقف عند الحتة دي. ممكن ايوه، بموافقة 15 نادي ولا باستماع 15 نادي؟ يعني ما حدش موافقة اعترض لان ما حدش 15 اتقال له موافق ولا معترض. لا، ما هي دي النقطة بقى اللي الناس بتاخد حتة وتدخلها في حتة تانية. ايوه اتفضل. احنا عرضنا اللائحة وناقشناها مع الأندية، ماشي، وخلص اجتماع على إن في خلال فترة أسبوعين أي اعتراض على أي حاجة من حق النادي يبعت لنا أي اعتراضات عليها يتم ناقشتها مرة تانية. تمام. لم يصل أي اعتراض سوى نادي الاتحاد السكندري تمام خلال مدة 15 يوم، اللي هم ان احنا اديناها لهم مهله يفكروا ويراجعوا مع مجالس الادارات عشان ما يبقاش قرار واحد بس برضه زي ما الناس بتقول. يعني قلت لهم ان دي معاكم نقطه. 15 يوم ترجعوا لنا طبعا فيهم باي اعتراض ولا باقتراحاتكم؟ باقتراحات، باعتراضات، اي حاجه، اي ومحدش حاجه بعت النادي الا عايز الاتحاد يقولها. السكندري. محدش بعت الا الاتحاد السكندري. تمام. ده موافقه ولا غير موافقه؟ ده احنا ادينا حق الاداره كلها ان تراجع قرارنا وتشوفه وتقول رايها فيه. ولو كانوا يعني في اعترضوا نقطه. بالاغلبيه كنتوا ساعتها مش هتنفذوا اللائحه ولا كان كده كده استحاله هيتنفذ؟ طبعا. لا، استحاله طبعا انفذها تمام غصب عن الانديه. ما انا ممتاز مقتنع بيهم ليه؟ يعني ليه؟ مفهوم. يعني انا مقتنع بالانديه ومديت فرصه مناقشتها ليهم ويرجعوا لي بمقترحات. ولو كان في مقترحات كان ممكن اعمل اجتماع ثاني وثالث لحد ما نوصل لافضل حل بالنسبه للكل. تمام. طيب ده اساس الاتحاد يا كابتن هاني بعد اذنك، مفهوم. مع الانديه كلها. طيب هو الكابتن عصام بيقول لي من شويه انه ما احنا طول كابتن عمرنا عصام مين بقالنا يا فندم؟ كابتن عصام؟ كابتن سيكا، كابتن عصام سيكا، عصام سيكا الاتحاد السكندري. اللي هو الوحيد اللي اعترض. يعني بيقول لي ان احنا بقالنا من الثمانينات كل سنه بيدخل في اربع متنافسين، فايه الجديد اللي هيحصل السنه اللي جايه هيضعف الدوري؟ ما كده كده كل فعلا سنه بيكون في اربع او خمس انديه بتتنافس على الدوري. ولو بقوا خمسة وبقوا ستة، ولو حافظنا على الأربعة، ولو عايزينهم خمسة وستة وسبعة وثمانية، إحنا عندنا دلوقتي ثمان فرق عايزين نلعب نوصل لثمانية، مظبوط. وبنلعب ثمانية لفوق. أي فرقة بتكسب أي حد، ايوه أي حد بيكسبوا بعض كلهم رايح جاي. نوصل أكتر بقى إن هم ينافسوا فعلا، ولا نفضل في أربعة ممكن يقلوا مع الظروف الاقتصادية اللي حاصلة؟ تمام. ممكن نلاقي نادي أو اتنين نحتكره وخلصوا. دي بقى وبعدين جوية الاتحاد كده ان محافظه على المنافسه دي حاجه كويسه. طيب احترام الانديه ممتاز، واحترام قرارات الانديه والاجتماع بيهم وموافقتهم دي حاجه تانيه. مفهوم. طيب دي نقطه تانيه مهمه. مش شايف انه ده في ظلم شويه للانديه اللي بتحقق مراكز متقدمه انه بيبقى مضطر يدفع فلوس كتير عشان يحافظ على القمه اللي وصل لها؟ اللي حضرتك بتقوله موافق جدا في حاله ان هو لو هو ضعيف نادي واخد بطوله اول، يعني اقوى نادي، اللي بعديه لعب نهائي، يعني تاني اقوى نادي، اللي بعديهم ثالث ورابع، يعني تالت، يبقى التسلسل بتاعهم ازاي يقدر يغير ده ويقدر يغير ده ويقدر يعمل ده، واخد بالك؟ يبقى اديت فرصه للثالث ورابع نفس الاول، واديت فرصه للخامس والسادس، وبعدين الفلوس اللي هم بيتكلموا عليها. الفلوس دي مين اللي هياخدها؟ موزعه على المنظومه ككل، انديه واتحاد لا. وحكام وافرع. الانديه. كابتن مجدي. يعني نادي سيد دفع مبلغ قد كده، ال 15 نادي التانيين توزع عليهم المبلغ ده.
75% منه. ايوه و10% اتحاد، 10% مناطق، 5% لتطوير منظومه التحكيم. يعني انا مش انا باخد فلوس، عشان بعض الناس قالت ان اتحاد السله ياخد فلوس كلها يعمل بيها ايه؟ لا، هو التوزيع الحقيقه عادل جدا ومفيد للكل، كل المنظومه. لكن عندي نقطتين سؤال. يعني النقطه الاولانيه، ان انا كنت بستمع لحضرتك من شويه في حوار حضرتك التلفزيوني منذ قليل قبل الحلقه مباشره، وحضرتك بنفسك لما جيت تتكلم على قيمه الرسوم حسيتك حضرتك نفسك حاسس ان الرقم كبير، فهل لانك ما علقتش عليه قلت ممكن الرقم يكون بعيدا بقى عن الرقم، فهل حضرتك عندكم استعداد في حاله اجتماعكم بالانديه ان تقللوا الرسوم؟ يعني تبقوا على مبدا ان في رسوم لكن تقللوها، ولا القرار نافذ بنسبه 100%؟ قرار اللائحه نافذ، وعدم تنفيذه يكون بموافقه ال 16 نادي اللي حضروا الاجتماع. يعني في مجال. لو نادي واحد اعترض يبقى من حقه، يبقى القرار نافذ. يبقى من حقه. الرسوم بقى الظروف كده دي اللي بيديها مجلس الاداره دلوقتي بناء على الخطابات اللي جت من الاتحاد والزمالك وكده، بيدرس الوضع هل ممكن نعمل حاجه وما نعملش. ما اقدرش ادي اعضاء قرار الا بموافقه مجلس اداره الاتحاد. ممتاز. يعني في انديه بعد نهايه الدوري بعتت خطابات بقى بتقول لا، او بتعايزه تتكلم. ايوه زمالك واتحاد ومين تاني؟ لا لسه زمالك واتحاد بعض الانديه اتكلمت، لكن بس الزمالك كله. تمام. طيب سمعت حضرتك برضو بتتكلم على الاعلام الذي وصفته بالمضلل، اللي قال انه الزمالك علشان احنا عايزين نوقعه، او الاتحاد السله عايز يوقعه لما لقى الزمالك خد الدوري اقر اللائحه. عايز اسمع تفاصيل اكتر، اي اعلام هو اللي عمل كده؟ يعني اعلام حد اعلامي في احد القنوات الخاصه واخد بالك قال لك حد السله عمل اللائحه بعد ما الزمالك خد الدوري ويديله لعيب واحد عشان يوقعه عشان وانفعال ده على النساء وكده. ده حرام، ده حرام يكون اعلامي، ده حرام ان هو يوصف اتحاد السله بالوصف اللي هو قاله ويهيج الجماهير بكذب وافتراء، واخد بالك؟ لان الجماهير اللي سمعته جماهيرنا دي، جماهيرنا دي هتقع في حته. واخد بال حضرتك؟ ان احنا ناس ضد نادي الزمالك. قد يكون ان هو يعني رواسب من ساعه مباراه الاهلي والزمالك اللي اعتبر فيها الزمالك مهزوما، كونوا انطباع ان الاتحاد واقف ضد الزمالك، يعني مش كده؟ ما هو الانطباع، حتى الانطباع اللي اتكون بناء على ناس برضه اتكلمت خطا وحاجات غلط وافتراء وحاجات مش مظبوطه. واضح يا جماعه، ده اعلام يوصل للناس اللي انتم بتوصلوها معلومه، لانكم ممكن تتسببوا في مصايب. تمام. اجتماع مع الانديه قريب، او في وقت معين اعلن فيه اجتماع مع الانديه؟ لو المجلس الإدارة اجتمع وافق مثلا الأندية ووافق على إعادة نظر في أي بند من البنود تعرض على الأندية أكيد، وهيكون في ساعتها اجتماع مع بإذن الله. بشكرك جدا كابتن مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على وجودك معايا. أهم حاجة في القصة إن اللائحة معمولة من قبل الموسم ما يبدأ، وبالتالي الاعتراضات عليها دلوقتي حقك تعترض وحقك تطلب اجتماعات، وده اللي كان بيقوله الاتحاد المصري لكرة السلة، لكن انك تقول انه هي الغرض منها ايقاعي انا كنادي،